أحاصر انصار المنتخب المصري نجم فريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح أمام منزله بالعاصمة المصرية القاهرة بعد عودته من المشاركة في مونديال روسيا 2018. وتواجد المئات من المصريين أمام منزل نجمهم الأول الذي عجز عن قيادة الفراعنة للمرور للدور الثاني من مونديال روسيا، ولبى الفرعون المصري رغبة محبيه عندما انخرج إليهم وقام بأخذ صور تذكارية معهم وأمد لهم بعد الأقمصة.